السلام عليكم. مع الدرس 33 من دروس القواعد الألمانية المبسطة، واليوم نتعرف على استخدامات شون المتعددة، حيث أن شون مثلا تستخدم للتعبير عن حدوث أمر في وقت مبكر عن زمن حدوثه المتوقع. مثال: Sie kommt schon heute، أي أنها ستأتي اليوم. واستخدمنا schon هنا لأنه لم يتوقع أن تأتي اليوم، بل توقع أن تأتي في يوم آخر، فهي ستأتي مبكرة عن الموعد الذي توقعه لها. وأيضا إذا قلنا Sag bloß, du gehst schon. وزاك بلوس ترجمتها الحرفية قل فقط، وتستخدم للتعجب، أي وكأنك تقول لا تقل لي أنك فعلت ذلك، فأنا غير مصدق، هل من المعقول أنك فعلت ذلك؟ فقل لي فقط أو قل فقط تعني عمليا لا تقل لي أنك ستفعل ذلك، إذن هي للدلالة على التعجب، أي لا تقل لي أنك ستذهب فعلا، لأنه يرى أنه من المبكر أن يذهب في هذا الوقت. كذلك عند قولنا مثلا Es ist schon alles vorbereitet، أي أن كل شيء معد ومجهز. واستخدمنا شون هنا لأنه تم تجهيز كل شيء في وقت مبكر عما كان متوقع. والحالة الثانية لاستخدام شون هي للتعبير عن حدوث أمر ما وبعده يحدث أمر آخر مباشرة، حيث أن الفارق الزمني بين الأمرين لا يكاد يكون ملحوظا. مثال: Er klaute das Fahrrad und schon war er weg، وتعني أنه هو قد سرق الدراجة الهوائية ثم لم يلبث إلا أن أصبح بعيدا. واستخدمنا شون هنا لأنه بعدما سرقها أصبح بعيدا فورا، حيث لم يفصل بين سرقته للدراجة وبين كونه أصبح بعيدا ربما سوى لحظات. أما الحالة الثالثة فنضرب مثالا عليها: Ich komme später، Du kannst ja schon die Koffer packen، وتعني أنا سوف آتي لاحقا، ويمكنك أن تحزم الأمتعة في حقيبة السفر. واستخدمنا شون هنا لأن المتكلم هنا يريد إفهام من يخاطبه بأنه قبل أن يأتي يجب أن يكون هذا الشخص قد حزم الأمتعة في الحقيبة، فهو يقترح عليه هذا الأمر كي يقوم به إلى أن يأتي هو فيجد الأمتعة محزمة في الحقيبة وجاهزة حتى يتمكنا سوية على سبيل المثال من السفر أو نحو ذلك. فبما أنه من المفترض أن يتم تحزيم هذه الأمتعة في الحقيبة قبل أن يحدث ويأتي الشخص الثاني، لذلك استعملنا شون. إذن هذه الحالة استخدام شون نجعلها قاعدة للتعبير عن أنه قبل البدء الفعلي لأمر
ينبغي أن يحدث شيء آخر قبله مرتبط به. أما الحالة الرابعة فنورد لها مثالا: Sie ist schon 90 أو 90 Jahre، أي إنها فعلا 90 عاما، أي أن عمرها فعلا هو 90 عاما. فالذي يقول ذلك هو متفاجئ بأن عمرها كبير مع أنه كان يظنها أصغر في العمر. لذلك استعملنا شون. ومثال آخر: Ist es etwa schon 8 Uhr؟ أي هل هي فعلا حوالي الساعة الثامنة؟ فإدفا هنا تعني حوالي أو تقريبا، فالمتكلم مستغرب من أن الساعة هي الثامنة لأنه كان يعتقد أنها لم تبلغ الثامنة بعد، بل يعتقد أن الوقت هو مبكر أكثر. لذلك استخدمنا شون. فملخص هذه الحالة أنه نستخدم شون للتعبير عن مفاجأة أو عدم ارتياح، لأن شيئا ما هو أكثر مما يبدو عليه أو المفترض فيه في العدد أو المقدار أو الحجم، فهو متقدم عما هو متوقع أو عما هو يتمناه المتكلم. إذن عندما يكون هناك أمر نتفاجأ بأنه أكثر مما توقعنا أو أكثر مما تمنينا. أما الحالة الخامسة فنورد لها مثالا: Eine winzige Dosis kann schon tödlich sein، أي أن جرعة صغيرة يمكن أن تكون قاتلة، حيث أن دوزز هي جرعة وفينسيجي صغيرة وتوتليش هي مميتة أو قاتلة. واستخدمنا شون هنا لأن المتكلم يريد أن يوحي لنا بأن هذا المقدار من الجرعة والذي هو أقل مما يتصور الإنسان إلا أنه كاف ليحقق غرض أو هدف الموت. فبما أن المقدار أقل من المتوقع أو المفترض فاستخدمنا شون. والمثال الثاني: Eintrittskarten gibt es schon für 5 Euro، أي أنه توجد بطاقات أو تذاكر الدخول ذات القيمة 5 يورو، أي من فئة 5 يورو. فالمتكلم يخبرنا أن قيمة التذاكر هي أقل مما هو مفترض أو متوقع، لذلك استخدم شون. فتكون النتيجة للتعبير عن أنه لتحقيق غرض معين أو الحصول على شيء معين فإنه يستلزم ما هو أقل في العدد أو المقدار أو الحجم من الحد المتوقع أو المفترض أو المتمنى. أما الحالة السادسة فنورد مثالا عليها: شون بلاتون hat diese Ideen vertreten، أي أنه بالفعل أن أفلاطون كان قد مثل هذه الأفكار، حيث أن بلاتون هو أفلاطون. وفتغيتن يمثل شيئا،
أي أن أفلاطون مثلا كان يؤمن بهذه الأفكار ويدافع عنها على سبيل المثال، واستخدمنا شون هنا للدلالة على أن هذه الأفكار هي ليست حديثة في ظهورها اليوم، وإنما ظهرت من قبل على لسان أفلاطون. والمثال الثاني، شون ألس كيندر هاتن فيا أينه فوليبه فيزي، أي عندما كنا أطفالا كان لدينا ميل تجاهها، أي ميل عاطفي، أي شيء من المودة، وهذا الميل هو فوليبه. واستخدمنا شون هنا للدلالة على أن هذا الميل العاطفي الذي نشعر به ليس هو أمر جديد يحدث اليوم، وإنما كان موجودا منذ القديم. فتكون النتيجة بالربط مع توصيف شيء ما، أي عندما نريد وصف شيء معين نصف منذ متى هو موجود أو معروف أو مصنوع، فهذا هو توصيفه، هذه هي مواصفاته، ونحن نسردها أي نوصفه. فبالربط مع مواصفاته نذكر شون للتأكيد على أن شيئا ما هو ليس ظاهرة جديدة ولا حالة أو عملية جديدة، وإنما هو موجود أو حدث من زمن بعيد. والحالة السابعة نورد مثالا عليها، في شون gesagt sollten wir nicht darauf eingehen، وتعني كما قلنا من قبل ما كان ينبغي علينا أن ندخل في ذلك، أي أن نتورط به مثلا. واستخدمنا شون هنا لأنها ليست المرة الأولى التي نتورط في ذلك، بل سبقها ورطة بذات الكيفية ولكن حدثت من قبل. ونورد مثالا آخر، هاست دو زو إتفاس شون مال إليبت، وتعني هل سبق لك أن شهدت مثل هذا، أي عشت وشاهدت مثل هذا، أي اختبرت مثل هذا كخبرة حياتية. واستخدمنا شون هنا للسبب ذاته، وهو أن هذا الشيء الذي يحدث أمامنا اليوم قد سبق وشهد مثله من قبل. فتكون القاعدة هنا للتعبير عن أن ظاهرة أو حدث أو عملية لم تحدث لأول مرة، بل حدثت قبل ذلك وبالكيفية ذاتها. أما الحالة الثامنة فنورد عليها مثالا، Allein schon der Gedanke daran ist schrecklich، أو schrecklich، أي أن مجرد التفكير في ذلك هو شيء مرعب أو رهيب أو فظيع. واستخدمنا شون هنا لأننا أوحينا للسامع بأن مجرد التفكير، أي هذا العامل لوحده، هذا السبب لوحده كاف لتوضيح الموقف أو التصرف، فهو لوحده كاف، أي لا داعي مثلا لأن يتحقق فعليا، بل مجرد التفكير به. فإذا اخترنا شيء من عدة أشياء تابعة لهذا الأمر وهو مجرد التفكير به. والمثال الثاني، Ich werde ihr das ersparen، أو
إشبان، أي أنا سوف أجنبها ذلك أو أوفر عليها ذلك. إيه جيتس شون زوشليشت، جنوك، أي أن الأمور تسير لصالحها على نحو سيء بما يكفي، أي يكفيها ما يأتيها من مشاكل على نحو كاف، لذلك سأوفر عليها ذلك، أي ذلك الشيء الذي يريد أن يوفره عليها. واستخدمنا شون هنا لأنه يكفيها ما يأتيها من مشاكل، أي أن هذا لوحده هو كاف بغض النظر عن ما سيوفره لها وبغض النظر عن عوامل أخرى، فيكفيها مجرد أن الأمور تسير لصالحها على نحو سيء، فهذا الأمر يكفيها عن باقي العوامل، فهي ليست بحاجة لأمور أخرى سيئة أيضا كي تزيدها تعاسة. لذلك استخدمنا شون. إذن تكون القاعدة يؤكد على أنه بغض النظر عن كل ما عداه يكون شيء واحد لوحده كاف لتوضيح تصرف أو موقف أو عملية، أي في مثالنا الأخير كان التصرف أو الموقف أو العملية هو موقفي أنا، حيث أنني سوف أوفر عليها ذلك الشيء شيئا ما، فموقفي هذا هو المقصود بتصرف أو موقف أو عملية. أما الآن فننتقل إلى زاوية أخرى للتعرف على شون من خلالها، وهي معرفة الحالات التي نشدد فيها على لفظنا في لفظنا على شون، ومتى لا نشدد لفظنا على شون. فالحالة الأولى عندما نريد أن نعزز مقولة، أي نحن نقول خبرا ما، معلومة ما، ونريد أن نؤكدها، فهنا عادة لا نشدد اللفظ على شون. مثال: Es ist schon ein Elend. ونلاحظ أننا لم نشدد على شون بل شددنا على الكلمة الأخيرة Elend، أي وضحناها. والجملة تعني أنه فعلا هو بؤس أو شقاء، فجعلنا شون لتأكيد المعنى العام للجملة فلم نشددها كي نشدد جوهر الجملة وهو البؤس وهو آخر كلمة في الجملة. ومثال ثاني: Das will schon was heißen. وهي جملة اصطلاحية تستخدم عندما يكون المرء يريد أن يفعل شيئا جديدا في حياته مثلا ومصر على فعله، كأن يكون كسولا فينوي أن يصبح نشيطا ويقوم بعمل رياضي ضخم وجبار، فيقال له هذه الجملة للتعبير عن أنه يريد فعلا ما ينوي، أو يريد فعلا ما يعني، أو يريد فعلا ما يقول. ونلاحظ أننا لم نشدد على شون وإنما شددنا على هايسن، واستخدمنا شون هنا إذن لتأكيد هذه الجملة، أي لتأكيد نيته الجازمة على ما يريد. والمثال الثالث: Nicht du schon wieder، أي لست أنت مرة أخرى، أي أن المتكلم متعجب من أنه
يرى هذا الشخص مرة أخرى أو يجده يقوم بعمل ما مرة أخرى. المهم أنه متعجب من أنه الفاعل لفعل جديد مرة أخرى، فيقول له: لست أنت مرة أخرى. وهنا أيضا لم نشدد شون بل شددنا فيدا، ووضعنا شون هنا للتأكيد على المقولة وهي لست أنت، لأن المتكلم لا يريد تصديق ما يراه مثلا، فهو يؤكد على أن هذا الفاعل، على أنك أنت، لست أنت. لماذا؟ كي يعبر عن شدة اندهاشه، فهو يؤكد على خلاف الواقع. أما الحالة الثانية فتكون للتعبير في عبارات الطلب الملح، عندما أريد أن أطلب طلبا وبإلحاح وتصميم ودون صبر، وهذا يستخدم في العامية. هنا أيضا أستخدم شون ومن غير تشديد عليها ولا تركيز. والمثال الأول: نون ماخ شون، أي الآن افعل، أي أريد منك أن تفعل الآن، لا أسمح لك بأن تؤجل، فأنا أركز على الآن، لذلك ركزت عليها باللفظ، فشددت اللفظ عليها ولم أشدد على شون. ويمكن أن أضيف أيضا دوخ، ويمكن أن لا أضيفها، فإن أضفت دوخ فأنا أزيد الجملة تأكيدا فوق تأكيد. والمثال الثاني: هي شون أوف، أي توقف، أي توقف عن فعل شيء ما، أو توقف عن ذلك، أو يمكن أن نضيف لها ميت ديزم بلوتسن، أي توقف عن هذا الهراء. فهنا لم نركز على شون، وإنما ركزنا على الكلمة التي في بداية الجملة لأنها هي أساس الجملة، ولم نركز على شون هنا في اللفظ، أي لم نوضحها، لم نفخمها، لم نركز عليها صوتيا. أما الحالة الثالثة فللتعبير عن أنه في حال تحقيق غاية ما، فإن ذلك يستلزم تحقق شيء ما معها ويكون متوقعا، أي لتحقيق شيء يجب أن يتحقق معه شيء آخر. وفي هذه الحالة أيضا لا نشدد على شون، أي لا نرفع صوتنا بها ونقول شون، بل نقول شون ونكمل، لا نركز عليها. ومثال على ذلك: Wenn wir schon eine neue Waschmaschine kaufen müssen, dann aber eine gute. ونلاحظ أننا لم نؤكد على شون، ونعيد العبارات على نحو أبطأ: Wenn wir schon eine neue Waschmaschine kaufen müssen, dann aber eine gute. وتعني أنه إن كان ينبغي علينا شراء غسالة جديدة فينبغي أن تكون جديدة، أو لكن عندئذ يجب أن تكون جديدة، أو لكن من ثم جديدة. أما الحالة الرابعة فيؤكد على احتمالية مقولة، أي يقول شيئا ويؤكد على احتماليته، أي أن يكون واردا، يؤكد على أنه وارد، فيقول وبنبرة واثقة:
زيادة عن اللازم، يتكلم بنبرة واثقة زيادة عن اللازم. لماذا؟ كردة فعل عن شك قائم ومحتمل في هذه الجملة. فهو لأنه يعلم أن كلامه قابل لأن يكون ليس دقيقا وهناك شك في كلامه، فلكي يزيل هذا الشك من نفس من يخاطبه فيؤكد عليه، فيستخدم شون دون تشديدها وإنما يشدد على ما يريد تأكيده. أي إجمالا وبالرغم من أن شون تأتي في هذه الحالات الأربعة التي مضت والآتية كي تؤكد المعنى العام للجملة، لكن لا نؤكدها صوتيا بل نؤكد ما هو جوهر الجملة والذي يجب أن نؤكده صوتيا. لكن هي تأتي للتأكيد العام، لكن لا يمكن أن نشددها ونشدد أيضا جوهر الجملة، فوجودها يؤكد المعنى العام لكن نحن دائما لا نشدد عليها صوتيا في هذه الجمل إلى هذه اللحظة في درسنا. نورد مثالا: Es wird schon gehen، أي أن الأمور ستسير على نحو جيد، حيث يمكننا أن نضيف gut. ومثال ثاني: Das wirst du schon schaffen، أي أنك سوف تنجز ذلك فعليا أو حتما. أما الحالة الخامسة فهنا يختلف الأمر، فهنا غالبا نشدد على شون، لأن هذه الحالة نستخدمها عندما نقيد جوابا أو تعبيرا موافقا. إذن أنا أعبر عن موافقتي بجوابي على كلامه، لكن هذا التعبير أو عن هذه الموافقة متردد، أنا موافق لكن على تردد. فلأني لا أريد أن أؤكد الجملة بكاملها تأكيدا مطلقا قاطعا، ف لا داعي لأن أشدد أحد أجزاء الكلمة، فأتيح المجال لشون لنشدد عليها بدلا من أي جزء من أجزاء الجملة. إذن هنا حالة معاكسة للحالات السابقة. نورد مثالا: Das stimmt schon، أي هذا صحيح، لكني ركزت في صوتي ووضحت شون كي أفهم السامع أنني لست متأكدا 100% من كلامي، فركزت على شون. Sie hat schon recht wenn sie das sagt، أي أنها تكون على حق عندما تقول ذلك. فأعلينا صوتنا ووضحنا لفظنا لشون لنوحي للسامع أننا لسنا متأكدين من هذا الكلام وإنما نقوله مثلا مجاملة، أو نقوله وما زلنا نفكر في أعماقنا في صحته من عدم صحته. أما الحالة السادسة فعندما نعبر أن قولا ما هو صحيح لكن قابل للتعدد، ذلك أن استنتاجا آخر أو مشابها له يكون أيضا ممكنا، وفي هذه الحالة نشدد على شون. مثال: Von der Tätigkeit her ist die Stelle nicht sehr interessant، أي مع العمل
والجهد الذي تبذله في عملك، فعندها تكون المكانة الوظيفية ليست مثيرة للاهتمام، أي ليست مهمة. فالمقصود عندما تكون تعمل وتجد وتكدح، فعندها لا تفكر في مكانتك الوظيفية، فلا يهم إن كنت في مرتبة متدنية في الشركة، أم كنت رئيسا للموظفين، أم كنت ذو وظيفة متوسطة في مكانتها. فلا تهم مكانتك ولا تهم نوعية عملك، المهم أن تكون تعمل وتكدح وتبذل جهدا لتجني قوت يومك. لذلك الجملة تقول: مع العمل فالمكان الوظيفية ليست مثيرة للاهتمام كثيرا. ثم نكمل الكلام فنقول: von der Bezahlung هي schon، أي مع دفع المال، لأن von مع هي تعطي معنى الاستمرارية، أي ما دمت تعمل، بما أنك تعمل، أي مع العمل، وهكذا، أو مع الدفع، ما دمت تدفع، ما دمت تدفع المال. فيصبح المعنى كاملا: مع العمل المكانة الوظيفية ليست مثيرة للاهتمام كثيرا، أي مع الدفع، مع دفع المال في الواقع. فاستخدمنا شون هنا لأننا ذكرنا شيئا واحدا صحيحا، لكن بشكلين مختلفين، أو أمرا واحدا لكن من زاويتين، أو أمرين لكنهما يتعلقان بحالة واحدة. فذكرنا في البداية العمل، وهو بذل الجهد، ما تبذله بيديك مثلا من عمل يدوي مثلا، وذكرنا ما يوازيه وهو دفع المال. فأصبحت الجملة يمكن أن نقول: ما دمت تدفع المال فلا تهم مكانتك الوظيفية في أي مرتبة أنت، كنت عاملا أم رئيس عمال أم أي شيء، فما دمت تدفع المال فلا تهم وظيفتك، أو ما دمت تعمل بيديك وتنتج فلا تهم وظيفتك. يمكننا أن نقول هذا ويمكننا أن نقول هذا. لذلك بدأنا الجملة الأولى بفون، والجملة أيضا التالية بفون، فكلا الأمرين يعبران عن شيء واحد، أو أنهما شيئين مختلفين لكنهما يصبان في النهاية في معنى واحد. فإن قلت مع العمل لا تهم المكان الوظيفية، أو إن قلت مع دفع المال لا تهم المكان الوظيفية، فكلاهما صحيح وكلاهما ممكن لإتمام المعنى. وبما أننا نحمل معنيين ولدينا في الجملة معنيين أو احتمالين، لذلك استخدمنا شون وشددنا عليها لتذكير السامع والتأكيد عليه بأن الجملة فيها معنيان وفيها احتمالان. أما الحالة السابعة: نجعل تعبيرا في صيغة السؤال بمثابة سؤال خطابي مميز، ونعطيه غالبا نبرة ازدرائية، أي نحن نسأل لكن من باب الازدراء والتهكم والسخرية من ممن نخاطبه. عندها لا نشدد شون. مثال: Was sind schon zwei Jahre؟ أي
وماذا تكون سنتان؟ أي وما هي السنتان من عمر الزمان؟ أي وما هذا الزمان بطويل؟ وماذا تكون؟ أي أنك أنت السامع تقيم وزنا لهاتين السنتين، وأنا أزدريهما وهما لا شيء بالنسبة لي، فما هما بالنسبة لك؟ والمثال الثاني: Wen interessiert das schon؟ أي من الذي سيثير اهتمامه هذا؟ وكما تعلمون فإن من يثار اهتمامه يكون مفعولا به، فالشيء هنا يثير اهتمام أحدهم، لذلك جاء مفعولا به wen، ولم نقل wer. أما الحالة الثامنة والأخيرة فعندما نعبر في الجمل الاستفهامية، أي عندما يسأل المتكلم عن شيء معروف لكنه لا يستحضره في ذهنه في هذه اللحظة، وفي هذه الحالة أيضا نذكر شون من غير تجديد ولا تركيز. وهذه الحالة الثامنة نجدها على مستوى إقليمي، أي أنها في بعض المناطق السكنية وقد لا نجدها في مناطق أخرى، فهذه تابعة، هذه الحالة يستخدمها الناس في بعض المناطق وليس كلها، والحمد لله رب العالمين.